بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاستجواب بمضمونه دستوري وقدم لي يوم أمس في فترة أقل من 48 ساعة من بدء الجلسة، وبالتالي الجدول وزع وأدرجته على جلسة 1/12. في 1/12 لا يكون التأجيل إلا بقرار بالمجلس، لو كان أدرج في جلسة الغد يحق للوزير أو الحكومة أن تؤجل دون الرجوع إلى المجلس. أنا أدرجته في جلسة 1/12 لأن المدة أقل من 48 ساعة، وأمام الحكومة والوزير ثلاث خيارات لا رابع لهم. الخيار الأول أن تقبل استقالة الوزير وبالتالي يسقط الاستجواب، أو أن يقطع الوزير إجازته ويمارس عمله قبل يوم 1/12 وبالتالي يتمكن من اعتلاء المنصة ومواجهة الاستجواب، أو الخيار الثالث هو أن يطلب المستجوب في يوم 1/12 قرار تأجيل بمدة محددة، ولا يكون ذلك إلا بقرار من المجلس وفقا للمادة 135 من اللائحة. فهذه هي الثلاث خيارات الدستورية اللائحية المتاحة لدى الحكومة، وعليها أن تختار هي والوزير المستجوب أن تختار أحدهم. وفق المادة 135 الطلب يقدم من الوزير المختص، لكن يجوز لوزير آخر أن يطلب هذا نيابة عنه في حال تقديم كتاب من الوزير يطلب التأجيل، لأن الوزير حتى الآن في جلستنا في جلساتنا السابقة يسجل غياب بعذر، وبالتالي يعني يستطيع أن يحضر هو بنفسه ويطلب الأجل، أو إذا كان عنده عذر معين ومقبول يستطيع أن يتقدم بذلك كتابة تنفيذا لما جاء بالمادة 135 من اللائحة، أو يتحدث أحد الوزراء وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء وزير الدولة شؤون مجلس الأمة ويقول بناء على طلب الوزير المستجوب مدعوما به أو مدعما بالكتاب الذي يرسل من قبل الوزير. هذا طبعا كله 1/12 اللي هنا بال رئيس الاتحاد الكويتي بموضوع الاستجواب. موضوع الاستجواب